في المثال ده هنرجع تاني نتعامل مع الـ VOR مبدأ ان هو ميدان او دوار، بمعنى ان انا ممكن ادخل الـ VOR بكورس او راديال معين واخرج منه من راديال تاني خالص، كأني داخل بالظبط ميدان من شارع وخارج من شارع تاني خالص بدل ما اكمل على طول. بمعنى ان انا دلوقتي اهو ماشي في الوضع ده هوت اللي هو الوضع ايه، ناخد بالنا ان الابره المفروض ان هي عامله ديفليكشن لليمين، عامله ديفليكشن من اليمين ليه؟ لان انا في الوضع ده لو بصيت ناحيه الهيدنج اللي انا عايزه اللي هو 305 هيكون الراديال على يميني. ف الفكره ان انا زي ما اتفقنا بقى في المره اللي فاتت هقدر ان انا اعمل انترسبشن يعني للراديال اللي هو راديال 305، بنظبط البكره بتاعه الاو بي اس على 305 وانا ظابط الفريكوينسي بتاعه الفي او ار، فهقدر باستخدام الابره زي المره اللي فاتت بالظبط ان انا اعمل انترسبشن لهذا الراديال 305. الفكره بقى ان انا بعد ما اعمل انترسبشن للراديال في اللحظه اللي انا فيها فوق الفي او ار هيكون اللي هي في اللحظه اللي بيطفي فيها الفلاج اللي بيقول لي فيها الفلاج اوف، في اللحظه دي بقى هو انا مغير الكورس، هو مغير كده البكره بتاعه الاو بي اس. لو انا دلوقتي عايز ادخل ب 305 واخرج ب 255 فانا هم مغير الكورس في هذه اللحظه ل 255 وهتبع الريدي اللي انا خدته جديد بنفس الطريقه بطريقه الابره وسط الابره والكلام ده، هلاقي نفسي ان انا قدرت اطلع على راديال 255. ممكن اخد وقت يعني خد وقتك تماما في انك تمشي على الراديال، انك انت تخلي الابره في السنتر بالظبط مفيش اي وجه استعجال. هناخد بالنا برضو من الفلاج مكتوب فيه فروم يعني انا معناها انا ماشي من الراديال، يعني انا دخلت خلاص على 105 وخرجت على 255. تمام، نرجع بقى على المثال اللي بعده. المثال ده بيكلمني عن ايه؟ بيكلمني عن تأثير الرياح عليا وانا ماشي على راديال معين. هي الفكرة ايه؟ ان انا هنا في الوضع ايه، انا خلاص انا راجل عملت اللي عليا وماشي على الراديال بتاعي تمام مسنتر الابرة، بس الفكرة ان انا ماشي بوجهة الهيدنج بتاعي برضو 30 ديجري بالظبط. المشكلة ان انا جات لي شوية رياح قوية من الاتجاه ده ابتدت تزق لي الطيارة من الوضع A للوضع B فبالتالي انا فجأة لقيت ان حصل ديفليكشن عندي في الابرة، مع اني كنت لسه ماشي على الابرة ما غيرتش الهيدنج بتاعي، ماشي على الراديال ماشي على هيدنج 30 مفيش اي حاجة اتغيرت، ولقيت الابرة بتاعتي عملت ديفليكشن. معناها ايه؟ معناها ان انا اتزقيت على الجنب وبعدت عن الراديال، فطبعا احتاج اعمل كوركشن تاني للكورس بتاعي ان انا احوط شمال. والمرة دي بقى لما ارجع بقى للراديال تاني في الوضع دي انا بقى خلاص اتعلمت من غلطي وفهمت ان انا لما افضل ماشي بهيدنج 30 في ظل وجود الرياح ديت انا هتزق على اليمين، فانا كرد فعلي بقى ان انا هكون انه هيكون ان انا هوجه المقدمه بتاعت الطياره ناحيه الشمال ناحيه مواجهه للرياح، بحيث ان انا اقدر اقاوم تاثير الرياح اللي هي الرياح هتحاول تزقني على اليمين، وفي نفس الوقت انا مواجه مقدمة الطيارة ناحية الشمال، فالاتنين هيلاشوا بعض وفي الاخر هنلاقي ان الطيارة برغم ان هي بصة ناحية الشمال ولكن بتتحرك في هذا الاتجاه وماشي على الريديل برضو بالظبط. الحتة دي يمكن محتاجة خبرة شوية، لو انت شغال اوتوبايلوت الدنيا هتبقى زي الفل وهتبقى الموضوع سهل جدا. المشكلة بقى بتكون لما انت بتكون بتتحكم في الطيارة مانيول، يمكن الموضوع ده بس بيحتاج بعض الحساسية شوية، ولكن ان شاء الله الموضوع سهل وبسيط ان شاء الله كمان نعرف نعمل كروس ويند لاندنجز تقيله بعد كده مفيش مشاكل. ندخل بقى على حته مهمه في مسميات الفي او ار. كلمه مسمى الفي او ار يعني انا دلوقتي انا لما اكون بتعامل مع اير ترافيك كنترولر او اي تي سي، الاي تي سي ده عايز يقول لي يا طيار فلان انا عايزك تاخد الراديال رقم كذا. طب ما الفكره ان هيحصل لخبطه دلوقتي، هو الراديال اللي قصده عليه من ناحيتي من ناحية طيارتي ولا من ناحية الفيو ار؟ بمعنى ان احنا لو بصينا هنا كده في اي فيو ار احنا اتفقنا يعني لو قلنا ان رقم سي ده فيو ار طالع منه راديالز من كل مكان، الفكرة ان كل راديال ممكن ياخد رقمين على حسب اتجاهي.
الراديال مثلا سي الراديال التحتاني ده ممكن ياخد 180 او ممكن ياخد 360. هو هنا اهو لو انا ماشي في اتجاه كده، في الاتجاه اللي هو اللي فوق ناحية الشمال، هيبقى الراديال التحتاني ده اسمه ايه 360. ولكن بالنسبة للفيو ار نفسه، طب نرجع لرسمة الفيو ار اسهل. اهو دلوقتي انا لو انا جاي كده في هذا الاتجاه، المفروض ان انا بالنسبة لي انا ماشي على راديال 360، مع ان انا جاي من تحت، ولكن راديال 360 بالنسبة لي مكمل من هنا، مكمل لحد هنا، فانا ماشي دلوقتي على راديال 360. لكن بالنسبة لاي شخص واقف فوق الفيو ار ده، ده هيقول لي لا ده مش راديال 360، ده راديال 180. طيب علشان بقى نتجنب موضوع اللخبطة دي، دايما الاير ترافيك كنترولر لما هيكلمك على راديال، هو بيكلمك على الراديال بالنسبة للفيو ار، هنسميها اوت باوند. اوت باوند يعني خارجة من الفيو ار. يعني الاوت باوند بتاع الراديال اللي على اليمين ده هيكون 90، مع انك انت لو كنت جاي من هذا الاتجاه كنا هنسميه ايه، راديال 270، مع اني لان انا ببقى ماشي كده يعني على امتداد الراديال 270، وانا ببقى جاي عشان على اساس ان انا عامل حسابي هخرج من الفيو ار 270، فانا هقول لك ان الراديال ده 270. ولكن اللي هنلاقي الاير ترافيك كنترولر هيقول لك اعمل انترسبتنج للراديال 90 ويقول لك اوت باوند. طيب تمام، الموضوع كده بقى ابتدى يلخبطني. اقول لك لا ما تلخبطش ولا حاجه، تعال نرجع بقى للرسمه اللي كنا بنتكلم فيها. تمام، هو والله بيقول لك انا رايح ناحيه الفيو ار، انا مش هيفرق معايا خالص، مش هيفرق معايا المسميات، انا كده كده ماشي، انا ماشي في هيدنج 360. ولكن لما الاي تي سي يقول لي انترسبت راديال 180، معناها كانه بالظبط بيقول لي انترسبت راديال 360 بتاعك، على شرط ان انا اكون رايح اتجاه الفيو ار. يعني انا اهو انا ماشي كده، الطياره بتاعتي هي ماشيه في هذا الاتجاه، الراديال اللي جاي في وشي ده بالنسبه للفيو ار اسمه 180، وبالنسبه للاير ترافيك كنترولر برضو اسمه 180، بالنسبه لي انا اسمه 360. فانا الفكره ان انا بعمل ايه، والله انا رايح في اتجاه الفيو ار تمام، والاي تي سي بيقول لي انترسبت راديال 180، انا عارف ان انا رايح في اتجاه الفيو ار، وعارف ان الاي تي سي بيكلمني على راديال خارج من الفيو ار، يعني جاي في عكس اتجاهي، فانا اقوم على طول مزود او منقص 180 على الراديال اللي الراجل قاله لي، وهلاقي الراديال بتاعي اللي هو بظبطه في الكارد بتاعي اللي موجود في الاو بي اس، او اهو شايفين ايده اهي بتغير الاو بي اس على حسب الانستراكشنز بتاعه الاي تي سي. على الشمال ده مثال عبيط كده، لكن ايا كان، تاني اخر حاجه بس ناكد على المعلومه دي، ان الاي تي سي بالنسبه له ان الفيو ار ان الراديالز كلها بالنسبه له هو بيتكلم على كان هو قاعد بالظبط جوه الفيو ار، والراديالز بتاعته اللي هو شايفها خارجه من الفيو ار، هو ملوش دعوه بيك، انت بقى اللي حسبها. انت جاي والله انت جاي ناحيه الفيو ار، زود 180، ماشي من الفيو ار ولا تزود حاجه ولا يحزنون، انت ماشي على الاوت باوند راديال، لكن طول ما انت جاي على الان باوند راديال هو بيديك الاوت باوند، فتزود 180 او تنقص 180. موضوع سهل وبسيط، مفيهوش اي مشاكل. وبكده يبقى احنا خلصنا الجزئيه بتاعه الفيو ار، الفيري هاي فريكوانسي اومني دايركشنال رينج. اتمنى الموضوع يكون سهل، واتمنى الموضوع يكون اتهضم شويه. ان شاء الله في العملي الموضوع هيتبان افضل شويه، الموضوع هيبان يعني الدنيا تبقى سهله ان شاء الله. تمام.